روسيا دمرت الدنيا كلها، دمرت حلب، اخواننا بحلب دمرتهم دمار. طب معقول الامه الاسلاميه كلها ما عم تقدر توقف روسيا؟ معقول الدول العربيه كلها ما عم تقدر توقف روسيا؟ بشكيهم الى الله، بشكيهم الى الله، بشكيهم الى الله. معقول هاي؟ معقول ما حدا عم يوقف هيك بطريق روسيا؟ معقول ما حدا عم يوقف هيك على الاخر عند حدا؟ الله ينتقم منهم، عم يذبحوا اخواتنا هيك بحلب. يا رب بجاه الحبيب محمد هيك تنصرنا عليهم، يا رب تنصرنا على الطاغي بالشهر. يا رب قلوبنا منفطرة لما يجري لأهلنا في حلب، أهلنا في حلب، أهلنا الصامدون في حلب. هذا العدوان الغاشم من قصف بالطيران، من إجرام أسدي، من إجرام روسي، قلوبنا معكم، ونرجو من الله أن يمدكم بالعون، ونرجو من الله أن يخلصكم من هذا العدوان. صارنا 6 سنين بالثورة، عم نموت وعم نتشرد وعم نقتل، وما حد عم يتحرك ساكن. آخر فترة بحلب دمروا حلب، الطيران الروسي والطيران النظام، ما فيهم أصدقاء سوريا، وما حد عم يتحرك ساكن. ليش؟ مين ليش متواطن مع الشعب السوري؟ ما طلعنا بالثورة السلمية وساعتنا السلمية، وهلأ النظام اضطرنا أنه نتسلح، وتسلحنا وعم ندافع عن نفسنا. أكثر من هيك ما بدنا، بدنا بس حرية، ما بدنا أكثر من هيك. لا بدنا نصير دواعش، ولا بدنا نصير متشددين، ولا بدنا نصير شيء. انا يعني اليوم ما راح اطلب لا من امريكا ولا من شو اسمه السعوديه ولا من قطر، لانه ما راح يفيدونا بشيء. يعني بصراحه راح اطلب من من كتائب جيش الفتح انه تتوحد وتشكل غرفه عمليات نصره لاهالي حلب، لانه والله العظيم ليس ما حد قادر على نصرتنا غير الله عز وجل، واجتماعنا وتوحدنا وارتباطنا بالله عز وجل. يعني ما راح يفيدنا لا اليوم لا امريكا ولا فرنسا، الفرنسا اللي عم تدعم اخي، ما راح ينصرونا الاسلام، لانه كل هاي اوامرهم بصراحه من الاخر اوامرهم من اسرائيل، لانه كل اليوم كلياتهم عم يشتغلوا لرضاه اسرائيل، واسرائيل ما راح تلاقي حامي لها غير بشار الاسد. وبقول لهم الله يفك عنكم هذا الحصار، والله ينصركم يا رب، واتقوا الله عز وجل بأهالي حلب للعالم كله ولأنا كمان. السلام عليكم.